لقد تلقيت الآن في هذه اللحظة هذا الخبر المفجع، هذا الخبر يعني اللي محزن، والسيدة اللي كانت تخدم فريق الرجاء البيضاوي الله يرحمها وينعمها عائشة الخويدمي، اللي كانت وجه من الوجوه دائما موجودة بابتساماتها بالوقت اللي كانت تعطيه دائما للرجاء وخدمة الرجاء، وكانت يعني هي السيدة اللي كل شيء تتوجه لها ان تكون عنده الغرض بالاشياء اللي هي في الارشيف ديال الرجاء، وكانت هي هي بنفسها كانت ارشيف ديال المعلومات ديال الرجاء. فبهاد الفاجعة وهاد الحزن، بالحزن الكبير اريد ان اتوجه الى أسرة الخويدمي باسمي وباسم جميع مكونات الفريق البيضاوي، لا جمهور لا منخرطين لا أطقم تقنية وطبية، وكذلك كمسيرين بأحر يعني التعازي الخالصة للسيدة عائشة الخويدمي اللي هي طرف كبير في عائلة الرجاء البيضاوي، اللي خدمات منذ الصغر ديالها إلى آخر دقيقة من الحياة ديالها خدمات لصالح الرجاء البيضاوي. فإن لله وإنا إليه وراجعون، فلله ما أعطى ولله ما أخذ، وتنترحم لها بالرحمة وتكون إن شاء الله من في الجنة بحول الله.